وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل تحدث للصدى عن دعم القيادة المتواصل للرياضة في المملكة والأحداث البارزة التي عشناها في الفترة الأخيرة، ثم قيم مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب الأخيرة في قطر. ورح نعرف رأيه في مشوار المنتخب الأول في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وكيف علق على صورته المتداولة مع والده الأمير تركي الفيصل. كل هذه التفاصيل مع مراسلنا عايض السعدي من الرياض. اهلا وسهلا فيك اسمو الامير عبر صدى الملاعب. اهلا وسهلا، شكرا على حضوركم. شاهد الامير محمد سلمان قريب من كل الرياضات، وانت اول وزير وشاب كذلك، ايش يقول لك الامير محمد بن سلمان لما تتكلمون عن الرياضه عن مستقبلها في المملكه؟ الامير محمد ملم ومهتم بكل الرياضات، ويعني المعايير التي يضعها لاستضافه الفعاليات الدوليه هي اعلى المعايير، وهذا توجه القيادة، وهذا ما تطمح له قيادة المملكة العربية السعودية، وهذا ما يطمح له مكانة المملكة العربية السعودية. احنا خدام لهذه القيادة وخدام لهذا الوطن الغالي. ايش الهدف اللي دائما يرغب الوصول له سمو الامير محمد من خلال الرياضة عن طريقك؟ التطور، المنافسة، الاهتمام في كل الرياضات وليس في رياضة محددة، وهذا يعني يدل اليوم الحمد لله يعني وجدنا أن في رياضات كثيرة آخرها في الكاراتيه الأسبوع اللي فات، والمنافسات التي تم استضافتها، رالي داكار قادم إن شاء الله في أول يناير بأكبر عدد من المشاركين في تاريخ رالي داكار، فهذا ندل على شيء، دل على النظرة الثاقبة لسمو ولي العهد في التنوع في الرياضات المختلفة. ما في شك أي شخص يعني حقق إنجاز باسم المملكة سيحظى بتكريم، وإنجاز يعني كبطل آسيا هذا إنجاز على القارة بشكل عام. نسأل التوفيق، مبروك طبعا لنادي الهلال، ونسأل التوفيق لباقي الأندية إن شاء الله أنها تنافس في المستقبل. كيف تقيم مشاركة المنتخب السعودي في البطولة العربية؟ المشاركة كانت مشاركة بالفريق الثاني، وللتجهيز لعدد من اللاعبين اللي كان المدرب حاب أنه يجربهم، وأيضا إراحة بعض اللاعبين المنتخب، خصوصا أن الدوري يعني مباريات فيه قوية، وأيضا البطولات الآسيوية وغيرها. فالهدف هو تأهل لكأس العالم في قطر، والحمد لله المنتخب الأول يعني إلى الآن متصدر المجموعة، وإن شاء الله يكمل على هذا المشوار. بعض يقول سمو الأمير ممكن المسؤولين في الرياضة السعودية ندموا على هالقرار يعني بسبب قوة البطولة. أبدا، هذا قرار المدرب وليس قرار المسؤولين. المدرب هو اللي مسؤول عن الطاقم الفني، والمدرب هو اللي اتخذ هذا القرار، ويعني طبيعي أنه يتخذ هذا القرار لأن عندنا هدف أهم من البطولة العربية هو تأهل لكأس العالم، وهذا ما نطمح له إن شاء الله. أعتقد فيه إيجابية من خلال هذه المشاركة؟ أكيد، مثل تسألون المدرب. شفنا لك يعني حضور متواجد وقرب مستمر يعني مع لاعبين المنتخب السعودي، حتى شفنا لقطة فواز القرني. ابدا، انا اعتبر ان اللاعبين اخواني، ويمكن لاني انا كنت ممارس في السابق فاعرف الظروف اللي يمرون بها. الرياضه ما هي سهله، الرياضه صعبه، خصوصا في ظل المنافسه اللي تتواجد اليوم باهتمام الدول كلها في الرياضه، واهتمام العالم كله بالرياضه، وتطور الرياضه بشكل كبير. كل امير بندر من خالد الفيصل. ابدا، هو قائدنا في هذا المحفل، محفل سباقات الخيل، والله يوفقه ان شاء الله، واحنا داعمين له في كل شيء. النجاحات اللي حققها دائما، والله هذا ما هو غريب عليه، الله يطول في عمره. يهتم في سباقات الخيل سمو الامير وتحبها؟ والله احب اتابعها، ما عندي خيل ولا اني مهتم يعني في مشاركات، لكن احب اتابعها. سمو الامير انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي صوره يعني تداولوها كثير من المغردين وفي مواقع التواصل بشكل عام بينك وبين والدك لما جاء في الفورمولا في جده، كان في يعني تبادل هالصوره بشكل كبير، ايش كانت تعني لك؟ تستقبل والدك؟ الوالدي هو كل شيء بالنسبة لي، وهو الداعم، هو الحاضن، هو القائد، هو المرشد، هو الذي يتحمل أخطائنا، فهو كل شيء بالنسبة لنا، فما في شك يعني هو بالنسبة لي والدي مثل والد أي شخص يعني، فالاحترام والتقدير والنظرة لكيف والدي يعني أسس حياته وربانا كأطفال، هذه كلها تنغمر في مشاعري لما نشوفه. الله يطول عمرك. الله يجزاك. أبد، الله يوفقكم إن شاء الله، ونشوفكم على خير إن شاء الله. شكرا لكم.